محمد صلاح ورواد فيسبوك تداولوا صورة لبنوتة عاملة فوتوشوب لصورة محمد صلاح وهي لابسة فستان فرح بالمنظر ده. هو الموضوع بقى مش كده خالص، على قد ما الموضوع جاي في الكومنتات اللي جت على الصورة. في واحد قايل تعليق حقيقة استوقفني جدا، هو ايه اللي ودى محمد صلاح الفرح بلبس الشغل مثلا؟ في واحد تاني بيقول البنت اتجوزت محمد صلاح غيابي عشان حطت ركبت الصورة زي ما انتم شايفين. في يعني تعليق، وهو اعتقد ان هو اللي ممكن يكون اوقع، يعني هي كانت بتقول ان نفسها محمد صلاح هو طبعا يعني نجم وبالنسبه لها لاعبها المفضل، كان نفسها محمد صلاح يحضر الفرح بتاعها. عموما طبعا هي صور زي دي كتيره جدا بتثبت شعبيه محمد صلاح اللي كلنا بنفخر بيه. دي كانت الصور اللي منتشره على فيسبوك الفترة اللي فاتت. قبل ما نروح ل